جينيراسيون زد ناس مولودين من 2000 فما فوق. هي مبادرة تهدف باش نعاونوا الهوايات والشباب الفنانين باش نوفروا لهم فرصة باش نجموا بيعوا أعمال فنية نتاعهم من لوحات من فنون تشكيلية باش نجموا بيعوهم بالمبالغ هذيك ينجموا يشريوا حاجات أخرى باش يوفروا باش ينجموا يصرفوا على الهوايات نتاعهم. دونك الحقيقة فرصة حبينا نشجعوا بهم الشباب، واليوم هو الافتتاح تاع زيتو أكشن. حقا مرحبا بالناس الكل، واللي حاب يجي راهو المعرض يمتد من 6 اكتوبر ل 15 اكتوبر. تاعو في المعرض هذا راهو اي لوحه تنحر ونعوضوها بلوحه اخرى، دونك اي حد يحب يشارك المده هذيا مرحبا بيه، والناس الكل عندهم فرصه باش نجموا يشاركوا. مرحبا بكم الناس الكل. شاركت في معناها المبادره نتاع زيتو اكشن اللي منظمتها صاحبتي ابرار مسعد، شاركت بلوحة وكل شيء. المبادرة هذه معناها تهتم أكثر بالشباب وتشجعهم، يمكن علاش ليه معناها تعاونهم برشا بأنهم يشتروا الماتريال وإلا تشجعهم معناها باش يمارسوا الموهبة نتاعهم. مبادرة طيارة على الأخر حابة تعملوا أنا قبل شاركت في زوج معارض خاصة بمعهد فنون رنين، وتوا المعرض هذايا الثالث هو جامعي اللي ريت فيه برشا عباد وتلقيت برشا حضارات وشفت برشا أنواع مختلفة من التابلوات، وشاركت في المعرض هذايا بأربع تابلوات. وماذا بينا شو المسؤولين يلفتوا انتباههم ويجيوا يشوفوا معانا ويعملوا تشجيع لنا باش احنا زاد نزيدوا نخدموا اكثر. فرحانة اليوم اللي شاركت في بعض اللوحات الفنية، وفرحانة على الاخر اللي انا احتكيت بناس اخرين وشفت ابداع اخر وانواع واشكال من اللوحات الاخرى. هذه المرة الثالثة بتاعي اللي نشارك في معرض. انا ناشطة في دار الفنون رنيم. المنبر هذا انا ندعو الناس الكل باش تشجع اكثر، معناها ندعو مبادرة اكثر من المسؤولين ومن كافة معناها النظام التربوي باش يشجعونا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.